بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الحج إلى بيت الله العتيق هو أحد أركان الإسلام، هو الركن الخامس من أركان الإسلام، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج ركن من أركان الإسلام، وقد فرضه الله على عباده في السنة التاسعة من الهجرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة. فلما فرض الله الحج على نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة على الصحيح، أرسل صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه يحج بالناس في هذه السنة، ولم يحج هو عليه الصلاة والسلام، لأن المشركين كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة، فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أبي بكر الصديق ينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فنادى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بما أوصاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان في السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وعلم الناس مناسكهم، وقال: خذوا عني مناسككم، أي تعلموا مني كيف تحجون، فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فلذلك سميت حجة الوداع، وهذا بعد فرض الحج، لم يحج صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة بعد فرض الحج، وإلا فقد حج عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، لكن هذا قبل أن يفرض الحج. فالحاصل من هذا أن الحج فريضة على هذه الأمة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الحج الواجب والحج المستحب،
فبين صلى الله عليه وسلم أن الحج الفريضة مرة واحدة في العمر على المستطيع، وما زاد عن المرة فهو تطوع، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى وتخفيفه على هذه الأمة. فإن الحج لما كان يحتاج إلى سفر وقد يكون من مسافة بعيدة ويحتاج إلى مؤونة، فإن الله سبحانه وتعالى لم يفرضه إلا على المستطيع، ولم يفرضه إلا مرة واحدة في العمر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من هو المستطيع، فالمستطيع هو الذي يجد الزاد الذي يبلغه ذهابا وإيابا، ويملك المركوب الذي يحمله إلى بيت الله. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، قال: الزاد والراحلة. الزاد والراحلة، الزاد الذي يتزود به ذهابا وإيابا يكفي لنفقته، والراحلة والمراد بها المركوب في كل زمان بحسبه، سواء كان هذا المركوب من الدواب أو من المخترعات كالمراكب والطائرات والسيارات التي تبلغ إلى بيت الله عز وجل. فإذا ملك الإنسان زادا وراحلة، ولا بد أن يكون هذا الزاد وهذا الراحلة فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه في بلده، يعني إذا كان له أولاد أو أسرة يعولهم، فلا بد أن يكون هذا الزاد وهذه الراحلة فاضلة عن مؤونة أسرته التي يلزمه الإنفاق عليها، بأن يؤمن لها ما يكفيها إلى رجوعه إليهم. ولا بد أن يكون ذلك بعد سداد ديونه الحالة والمؤجلة، فإن كان عليه ديون وليس عنده مال يزيد عن وفاء ديونه فإنه يبدأ بسداد الديون، وليس عليه حج حتى يسدد الديون التي عليه أو يؤمن لها من المال ما يسددها إذا حلت عليه، ويؤمن كذلك النفقة لأسرته التي يقوم بالإنفاق عليها. هذا هو المستطيع للحج. أما من لم يكن كذلك فإنه غير مستطيع ولا يجب عليه الحج، ولو مات وهو غير مستطيع فلا إثم عليه، لأنه لم يجب عليه حج. أما لو كان مستطيعا وتوفرت فيه شروط مباشرة الحج وأداء الحج ثم تأخر ولم يحج، فإنه يكون آثما، لأن الحج يجب على الفور لمن استطاع إليه سبيلا.
فلا يجوز تأخيره وهو يستطيعه من غير عذر شرعي. فلو مات يكون آثما ويجب أن ينفذ الحج من تركته، أن يؤخذ من تركته قدر ما يحج به عنه، لأنه مات وقد وجب عليه الحج ولم يؤده، فيكون دينا لله في ذمته يخرج من تركته ما يحج به عنه. فدل على أنه لا بد من أداء فريضة الحج على المسلم المستطيع، وأما من لم يستطع فإنه لا يجب عليه الحج. والحج عبادة عظيمة، الحج في اللغة القصد، وفي الشرع هو القصد إلى بيت الله العتيق لأداء المناسك، هو القصد إلى بيت الله العتيق لأداء المناسك التي شرعها الله سبحانه وتعالى من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق ورمي الجمار وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة سعي الحج. فالحج يتكون من أركان وواجبات وسنن، هذه أفعال الحج على ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وموضوع حديثنا هو بيان صفة الحج، ومعنى صفة الحج كيفية الحج، أي كيف يحج الإنسان، كيف يحج المسلم. تقول كيفيته أو صفته بمعنى واحد، ولا بد أن تكون هذه الكيفية وهذه الصفة موافقة لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، بمعنى تعلموا مني كيف تحجون وكيف تؤدون حجكم على الوجه المشروع. لأن كل عبادة من حج أو غيره لا تصح ولا تقبل إلا إذا توفر فيها شرطان أساسيان: الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، ليس فيها شرك ولا رياء ولا سمعة ولا بدعة ولا خرافة، تكون خالصة لوجه الله. الشرط الثاني أن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحج لا بد، وهو عبادة من العبادات، لا بد أن يتوفر فيه هذان الشرطان: الإخلاص والمتابعة. ولذلك قلنا بيان صفة الحج، صفة الحج على الوجه الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد حج بالناس وعلمهم كيف يحجون وأمرهم بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وقد روى الصحابة رضي الله عنهم الذين حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعددهم يزيد على 100,000 حجوا معه صلى الله عليه وسلم، رووا صفة حجه
وضبطوها من حين تحرت من المدينة عليه الصلاة والسلام متجها إلى مكة إلى أن أدى المناسك ثم رجع إلى المدينة، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه المروي في الصحيح في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل فصل فيه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله في حجه عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الأحاديث. واعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الأمر وبيّنوا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، شرحوها واستنبطوا منها الأحكام الفقهية في الحج، فالأمر واضح ولله الحمد. فصفة الحج هي كيفيته المطابقة لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي على نوعين: الصفة الكاملة والصفة المجزئة. الصفة الكاملة هي التي تشتمل على الأركان والواجبات والسنن والمستحبات، هذه هي الصفة الكاملة. أما الصفة المجزئة فهي التي تشتمل على الأركان والواجبات، ولو لم يؤتى فيها بالسنن غير الواجب هذه تسمى بالصفة المجزئة في الحج. فالصفة الكاملة ما اشتملت على الأركان، أي أركان الحج وواجباته وسننه القولية والفعلية. والأركان، أركان الحج أربعة: الركن الأول الإحرام، الركن الثاني الوقوف بعرفة، الركن الثالث الطواف بالبيت، طواف الإفاضة، الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، سعي الحج. هذه أركان الحج التي لا بد منها. وأما واجباته فهي الإحرام من الميقات الذي يمر به الحاج في طريقه، هذا واجبا يحرم من الميقات ولا يتعداه، هذا من واجبات الحج. الواجبات سبعة: أولا الإحرام من الميقات الذي يمر به، وإن كان دون الميقات مما يلي مكة فإنه يحرم من مكانه، ميقاته مكانه، حتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة. ثانيا الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا من واجبات الحج، فإن انصرف من عرفة قبل الغروب من وقف في النهار ولم يرجع إليها يكون تاركا لواجب من واجبات الحج. الواجب الثالث من واجبات الحج المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة بعد الانصراف من عرفة. الواجب الرابع رمي الجمار في يوم العيد وأيام التشريق، في يوم العيد جمرة العقبة
وفي أيام التشريق الجمار الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى. رمي الجمار واجب من واجبات الحج. الواجب الخامس المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل في يومين، وليلة الثالث عشر لمن تأخر اليوم الثالث عشر. فالمبيت بمنى من واجبات الحج. الواجب السادس الحلق أو التقصير. الواجب السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير بالنسبة للذكر، أما المرأة فإنما يجب عليها التقصير فقط. هذا واجب من واجبات الحج. الواجب السابع طواف الوداع. الواجب السابع من واجبات الحج طواف الوداع. هذه واجبات سبعة مع أركان أربعة، يتكون منها صفة الحج المجزئة. وما زاد عن هذه الأركان وهذه الواجبات من أفعال الحج وأقواله فإنه سنن، إن أتى بها فله أجر، وإن تركها فلا إثم عليه. من ذلك التلبية إذا نوى الإحرام يلبي، هذا من سنن الحج، تلبية من حين يحرم إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة بالنسبة للحاج، أو إلى أن يشرع في الطواف بالنسبة للمعتمر، فينقطع حينئذ التلبية. التلبية من سنن الحج. ومن سنن الحج الفعلية الاطباع في الطواف الأول، أول ما يقدم، الاطباع في الطواف أول ما يقدم إلى مكة، سواء طواف القدوم أو طواف العمرة. ومعنى الاطباع أن يضع الرداء تحت أبطه الأيمن ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر، فيكون صدره وظهره وكتفه الأيسر كل ذلك مستورا بالرداء، ويكون كتفه الأيمن مكشوفا في الطواف الأول، أول ما يطوف عند قدومه سواء للعمرة أو للقدوم. ويبدأ الاطباع مع بداية الطواف وينتهي مع انتهاء الطواف. أما ما يظنه أو يفعله بعض العوام أو كثير من العوام من أنه يطبع ويخرج كتفه من حين يحرم من الميقات فهذا غلط، هذا ليس سنة. الاطباع إنما هو من بداية الطواف الأول إلى نهايته فقط، ثم يعيد الرداء على كتفيه ويستر كتفيه، هذا هو السنة من سنن الحج والعمرة. من سنن الحج والعمرة الرمل في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم أو طواف العمرة، وهو الإسراع في الخطى مع تقارب الخطى، هذا يسمى بالرمل، بأن يحرك نفسه ويسرع مع تقارب الخطى.
هذا من سنن النسك، إن فعله فله أجر وإن تركه فلا حرج عليه، هذا من السنن. ثم يمشي في بقية الأشواط مشيا معتادا، هذا من السنن سواء في حج أو عمرة، لكن في الحج في طواف القدوم وفي العمرة في طواف العمرة. ومن سنن الحج والعمرة استلام الحجر الأسود وتقبيله إن أمكن، أو الإشارة إليه كلما حاذاه، وأن يكبر، أن يستقبله ويكبر ويستلمه ويقبله إن أمكن، أو يشير إليه، هذا من السنن ليس من الواجبات. وكذلك من السنن صلاة ركعة الطواف بعد نهاية الطواف، يصلي ركعتين عند المقام إن تيسر، أو في أي مكان من المسجد الحرام يصلي ركعتين بعد الطواف، تسميان بركعتي الطواف، هذا من سنن الحج والعمرة. كذلك شرب من زمزم تضلع منه، هذا من سنن الحج والعمرة. وكذلك السعي الشديد بين الصفا والمروة، السعي الشديد بين العلمين وهو مكان بطن الوادي، فإذا مر بالعلم الذي يلي الصفا أسرع إلى أن يصل إلى العلم الثاني الذي باتجاه المروة، فما بين العلمين يسرع فيه الرجل، أما المرأة ليس عليها رمل في الطواف وليس عليها سعي في المسعى لأنها ضعيفة، وإنما هذا في حق الرجال. صعود على الصفا، صعود على المروة، هذا من سنن السعي، من سنن الحج والعمرة. والواجب استكمال ما بين الصفا والمروة، هذا هو الواجب أو الركن، استكمال ما بين الصفا والمروة. أما أنه يصعد على الصفا أو يصعد على المروة فهاتان سنتان. ثم يدعو على الصفا، هذا من السنن أيضا، ويدعو على المروة، هذا من السنن، ويدعو في أثناء الطواف، ويدعو في أثناء السعي، هذا كله من السنن. فلو طاف وهو صامت صح طوافه، لو سعى بين الصفا والمروة وهو صامت صح سعيه، وإنما الدعاء في الطواف والسعي سنة. فهذه وكذلك من سنن الحج الدعاء في عرفة وقت الوقوف، هذا سنة، لو جلس في عرفة ولا دعا وقوفه صحيح، لكن يدعو هذا أفضل. كذلك من سنن الحج أن يقف في المزدلفة بعد صلاة الفجر ويدعو قبل أن يفيض إلى منى، هذا من سنن الحج أيضا، هذا من سنن الحج. صلاة المغرب وصلاة العشاء في المزدلفة يؤخر إلى أن يصل، هذا من السنن، ولو صلى في الطريق صح، هذا من سنن الحج. وإنما الواجب المبيت بمزدلفة، أما كونه يصلي فيها الصلاتين جمعا وقصر العشاء، هذا من سنن الحج في مزدلفة. كذلك وقوفه بعد الفجر ودعاؤه في مزدلفة، هذا من السنن، إلى آخر السنن. السنن كثيرة، سنن الحج، وهي سنن أقوال وسنن أفعال، فمن أتى بها أو أتى بشيء منها فله أجر، ومن تركها فلا إثم عليه. أما الأركان فلا بد من الإتيان بها،
لابد من الاتيان بالأركان، فمن ترك الإحرام لم يصح حجه، ومن ترك الوقوف بعرفة فاته الحج هذه السنة، ومن ترك الطواف طواف الإفاضة أو السعي فإنه لا يفوت، يرجع ويأتي به ولو في أثناء السنة ولو تأخر، فلا يتم حجه إلا بالإتيان به، الطواف والسعي، طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، من تركهما أو ترك واحدا منهما لم يتم حجه إلا به. أما من ترك الإحرام نية الإحرام لم ينعقد نسكه، مثل الذي يصلي وهو لم يكبر تكبيرة الإحرام، لو صلى إنسان ولم يكبر تكبيرة الإحرام ما صحت صلاته ولا تنعقد. كذلك من حج ولم يحرم، يعني لم ينوي الدخول في النسك، فإنه لا ينعقد حجه لأنه لم يحرم، أو لم يقف بعرفة نقول ما صح حجه، فاته الحج هذه السنة، تحلل بعمرة ويحج من قابل أو ما يسمى بالفوات. أما من ترك السعي الطواف أو ترك السعي أو تركهما فإنه لا يتم حجه إلا بهما ولو بعد حين، يرجع ويأتي بالطواف ويأتي بالسعي. أما من ترك واجبا من واجبات الحج فإنه يجبره بدم وحجه صحيح. من ترك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، انصرف قبل غروب الشمس ولم يرجع إليها وقت الوقوف، تقرر عليه دم فدية. من ترك المبيت بمزدلفة من غير عذر كن عليه فدية، حجه صحيح. من ترك رمي الجمار أو بعضها وفات الوقت فإنه يتقرر عليه فدية جبران لهذا الواجب. فمن ترك واجبا فإنه يكون عليه فدية، وهي ذبح شاة تجزي في الأضحية، أو يأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة ويوزعه على الفقراء في الحرم ولا يأكل منه شيئا لأنه كفار، ولا يعطيه الأغنياء إنما يعطيه لفقراء الحرم، ولا يحمله يطلعه عن الحرم ويوزعه خارج الحرم، ما يجزي، الله جعله لمساكين الحرم، هذا الجبران. أما فدية النسك التمتع أو القران فلا بأس أن الإنسان يخرج بلحم منه إلى خارج الحرم، إنما هذا في دم الجبران، هذا خاص بفقراء الحرم. ومن لم يستطع أن يذبح فإنه يصوم 10 أيام بدلا من الفدية، كما أفتى الصحابة بذلك قياسا على قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فبدل ذبح النسك في حق العاجز يصوم 10 أيام نسك التمتع والقران، وكذلك من ترك الواجب ولم يقدر على الفدية. الحاج إذا وصل إلى الميقات الذي في طريقه، والمواقيت 5 كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن المنازل، وهو المسمى الآن بالسيل، السيل الكبير خلاف السيل الصغير الذي عند الطائف، لا، السيل الكبير ويسمى قرن المنازل، هذا هو ميقات أهل نجد ومن جاء على طريقهم. فإذا مر به من يريد النسك يحرم منه، ولأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم ذو الحليفة وهو وادي العقيق، ذو الحليفة المسمى بأبيار علي،
تسميته بأبيار علي ليست أصلية، حادث، إنما أصله اسمه الأصلي ذو الحليفة أو وادي العقيق، وهو الوادي المبارك كما في الحديث. هذا لأهل المدينة. لأهل الشام ولأهل مصر والمغرب الجحفة، وهي مكان قريب من رابغ، مكان قريب من رابغ سمى بالجحفة، وكان قرية، ثم إنها انهدمت وخربت، لكن اسمها باق، الجحفة. ومن أحرم من رابغ فإنه يكون محاذيا للجحفة إذا كان الطريق عن طريق رابغ، يحرم من رابغ لأنه محاذي للجحفة، وإلا أصل الميقات هو الجحفة. والآن صلح، أو الآن جعل طريق مزفلت ينطلق من طريق رابغ إلى الجحفة، وجعل فيه مغاسل، وجعل فيه استعداد في الجحفة، فالإحرام يكون من الجحفة، هذا هو الأصل. ولأهل اليمن يلملم، أو السعدية، ويلملم قيل إنه جبل، اسم جبل، جبل سعد أو السعدية، وقيل إنه وادي. الحاصل أنه ميقات لليمن، يلملم هكذا اسمه في الحديث الصحيح، يلملم. فيحرم من قدم من اليمن، سواء من أهل اليمن أو من غير أهل اليمن، وهو يريد الحج والعمرة، يحرم من يلملم. ولأهل العراق ذات عرق، ومن جاء عن طريقهم، وهو ما يسمى بريع الضريبة، ذات عرق. هذه مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه حين وقت هذه المواقيت ما فتحت البلاد، ما دخلت العراق ومصر والشام واليمن، ما دخلت في الإسلام في ذاك الوقت، ومع هذا وقتها صلى الله عليه وسلم، لأن الله أطلعه على أنها ستدخل في بلاد الإسلام فوقتها لهم صلى الله عليه وسلم. نعم، اليمن في عهد صلى الله عليه وسلم دخل كثير منها بالإسلام في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الشام وأما مصر أما العراق هذه لم تدخل في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المواقيت لتلك الجهات، ومن مر عن طريقها يجب على من يريد الحج أو العمرة أن يحرم منها، ولا يجوز له أن يتجاوزها وهو غير محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن، يعني لتلك الجهات ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فلا يسع المسلم ولا يجوز له أن يتجاوزها وهو غير محرم إذا كان يريد الحج أو العمرة، سواء مر بها ماشيا على الأرض، أو مر بها في الجو في الطائرة، أو حاذاها من البحر، لا يجوز له تجاوزها إلا وهو محرم، لأن هذا من واجبات النسك عليه، فإن تجاوزها وجب عليه الرجوع، وجب عليه الرجوع والإحرام منه. أما إذا أحرم تجاوزها وأحرم بعد ما تجاوزها فإنه لا يفيده الرجوع إليها لأنه أحرم، لكن يتقرر عليه الدم والفدية. أما إن تجاوزها وبقي غير محرم ثم نبه أو تنبه وهو غير محرم
ثم رجع إليها وأحرم منها فقد استدرك ولا شيء عليه. أما إن أحرم بعدما تجاوزها فإنه يتقرر عليه الفدية ولا ينفعه رجوعه. والإحرام هو نية النسك، نية الدخول في النسك، يقال أحرم إذا دخل في النسك. أما نية الحج أو نية العمرة فهو من حين مشى من أهله وهو ناوي للحج أو ناوي للعمرة، ولا يسمى هذا إحراما، وإنما يسمى إحراما نية الدخول والشروع في النسك. كما أن المصلي إذا خرج من بيته وجاء إلى المسجد في طريقه ما دخل في الصلاة، لكن إذا نوى الدخول في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام فإنه يكون قد شرع في الصلاة. كذلك المحرم لا يسمى محرما حتى ينوي الشروع في النسك ويتجنب محظورات الإحرام، حينئذ يسمى محرما. الإحرام هو نية الدخول في النسك وتجنب محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام معروفة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، فالرجل يتجرد من المخيطات سواء على جسمه كله أو مخيطات على بعض جسمه كالشراريب والطاقية والفنيلة، وهذه على بعض الجسم أو على جميع الجسم كالثوب، تجنب المخيطات كلها ويتجرد منها ويجعل مكانها الإزار والرداء، ولا يغطي رأسه طيلة ما هو محرم، يكون رأسه مكشوفا. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فإنها تحرم بثيابها، ليس لها ملابس مخصوصة إلا أنها لا تغطي وجهها بالبرقع والنقاب وتغطيه بغيرهما من الشيلة أو الثوب أو العباءة عند مرور الرجال بها، تغطي كفيها بالثوب ولا تلبس على كفيها القفازين. ما لم تمنع المرأة إلا من شيئين من الملابس، النقاب على الوجه والقفازان على اليدين، أي ما هو مخيط للوجه أو مخيط للكفين خاصة. أما الغطاء فتغطي وجهها وكفيها عن الرجال بغير ما نهيت عنه. ويتجنب الرجل والمرأة الطيب بعد الإحرام، بعد نية الإحرام تجنبان الطيب بجميع أنواعه. يتجنب الرجل والمرأة في حالة الإحرام قص الشعر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، تجنبان قص الشعر أو إزالة الشعر بأي وسيلة، وجميع أنواع الشعر ممنوعة في الإحرام بعد الشروع بعد الدخول في الإحرام، لا يؤخذ منها شيء لا بقص ولا بحلق ولا بإزالة إلا عند الضرورة. إذا احتاج الإنسان إلى إزالة الشعر لعلاج أو لإجراء عملية ضرورية فلا بأس بإزالة الشعر ويفدي، يكون عليه فدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن احتاج إلى إزالة الشعر وهو محرم يزيله ويفدي على التخيير، إما ذبح شاة يوزعها على الفقراء أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام. ويتجنب الرجل والمرأة الجماع ودواعيه، قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث هو الجماع ودواعيه من الكلام فيه والمداعبة والمباشرة غير ذلك، يتجنب كل منهما الجماع ودواعيه من القول أو الفعل، كل هذا يدخل في الرفث. عقد النكاح لا يجوز للمحرم يعقد لنفسه ولا لغيره
النكاح وهو محرم. الخطبة لا يخطب لنفسه امرأة يقول الواحد زوجني بنتك أو أختك، أو يخطب لأحد آخر يقول فلان يريد بنتك، يكون وسيط. لا، ما يخطب وهو محرم. تجنب كل ما يدور حول الجماع من مباشرة وكلام وخطبة وغير ذلك، ومداعبة وغير ذلك، وعقد نكاح وغير ذلك. هذه محظورات الإحرام، معنى محظورات ممنوعات، ممنوعات على المحرم. كذلك مما يحرم على الرجل والمرأة من محظورات الإحرام قتل الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. المحرم لا يقتل الصيد ولا يعين على قتله ولا يشير إليه ويأمر أحد يقول لي رح اذبح الغزال أو الطير في المحل الفلاني، أو ينفر الصيد. ما يجوز له، ما يتعرض لها أبدا، لا بالقول ولا بالفعل. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم إذا حل من الإحرام يقتل الصيد ويأكله. قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. إلا في الحرم، داخل الحرم ما يقتل الصيد أبدا، لا للمحل ولا للمحرم. أما خارج الحرم فيجوز للمحل أن يصيد، للمحل يعني غير المحرم. أما المحرم فلا يصيد لا داخل الحرم ولا خارج الحرم حتى يحل من إحرامه. هذا هو الإحرام، وهذه محظوراته على سبيل الاختصار والإجمال، وهو الركن الأول من أركان الحج. إذا وصل القاصد إلى مكة للحج، وصل إلى الميقات الذي في طريقه، فإنه يخير بين أنساك ثلاثة: إما التمتع، وإما القران، وإما الإفراد. التمتع معناها أن يحرم بالعمرة من الميقات، يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. حج أشهر معلومات، أي الأشهر التي ينعقد فيها الإحرام بالحج. فإذا أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج من الميقات ووصل إلى مكة، فإنه يطوف طواف العمرة ويسعى بين الصفا والمروة سعي العمرة، ثم يحلق أو يقصر للعمرة، ثم يحل من إحرامه ويلبس ملابسه، يباح له ما كان ممنوعا في حقه وقت الإحرام من الطيب والنساء وإزالة الشعر وقص الأظافر تغطية رأسه ولبس الملابس المخيطة، ويتمتع ما بين العمرة والحج عاديا. فإذا صار يوم 80 يحرم بالحج ويؤدي مناسك الحج ويذبح شاة فدية التمتع، سمي متمتعا لأنه جمع بين النسكين في سفر واحد، حج وعمرة في سفر واحد، هذا هو التمتع. أما القران فمعناه أن يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات، بالعمرة والحج من الميقات، ويبقى في إحرامه إلى يوم العيد، يبقى في إحرامه من الميقات إلى يوم العيد، إلى أن يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه أو يقصر. لكن إذا وصل إلى مكة وهو قارن يطوف طواف القدوم، يسمى طواف قدوم،
وهو سنة لا علاقة له بالحج، وإنما هو طواف قدوم سنة. ولو ما طاف وراح المنى وعرفة وما طاف، ما أدى طواف القدوم لا حرج عليه لأنه سنة، يبقى في إحرامه ويقف بعرفة وينزل مزدلفة وينزل منى ويرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه أو يقصر، ثم يباح له أن يلبس ثيابه ويتطيب، لكن ما يجامع زوجته ويضربها، لما يطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة. فإذا رمى الجمرة وحلق رأسه هذا يسمى التحلل الأول، يباح له من محظورات الإحرام كل شيء إلا النساء. فإذا أدى طواف الإفاضة والسعي مع رمي الجمرة وحلق الرأس أو تقصيره تحلل التحلل الثاني الكامل، فأبيح له كل ما كان محظورا عليه بالإحرام حتى المرأة. هذا القارن. ويذبح فدية كالمتمتع، يذبح فدية كالمتمتع، لا فرق بينه وبين المتمتع إلا أن المتمتع تحلل من العمرة ثم أحرم بالحج، وهذا بقي ناويا للحج والعمرة مقترنين، دخلت العمرة في الحج ولهما طواف واحد وسعي واحد. أما المتمتع فقد فصل بين العمرة وبين الحج بتحلل. أما المفرد فهو الذي ينوي الإحرام بالحج فقط، ليس معه عمرة لا قبله ولا معه، نوى الإحرام بالحج فقط من الميقات، هذا كالقارن يبقى في إحرامه. إذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم وهو سنة، ثم يخرج إلى منى وعرفة ويؤدي المناسك، لكن ليس عليه فدية لأنه لم يجمع بين نسكين، إنما أحرم بنسك واحد وهو الحج، فليس عليه فدية واجبة. هذه هي الأنساك الثلاثة التي يخير فيها الحاج حينما يصل إلى الميقات، وأفضلها التمتع، ثم يليه القران، ثم يليه الإفراد بالحج. هذه صفة الحج على سبيل الإجمال. فإذا فرغ الحاج من الحج وأراد السفر إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع، حتى يطوف للوداع سبعة أشواط، وهذا كما ذكرنا واجب من واجبات الحج لقوله صلى الله عليه وسلم، أو في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فالحائض ليس عليها طواف وداع، تسافر بدون وداع، أما المرأة غير الحائض فيجب عليها الوداع كالرجل، وهو من واجبات الحج. لا ينفر أحد من مكة بعد الحج إلا بعد أن يطوف للوداع سبعة أشواط وتكون آخر أعماله بحيث يسافر. أما لو طاف للوداع ثم أقام في مكة أو بات بها أو تاجر وباع واشترى بعد الطواف، نقول انتقض وداعه، لا بد من إعادته، لأن الوداع معناه آخر شيء بحيث تسافر على طول. أما إذا وادعت ثم أقمت بمكة أو نمت بها في الليل فإنه ينتقض الوداع، لا بد من إعادته عند السفر. وعلى كل حال بسط الكلام في الحج يحتاج إلى جلسات كثيرة، لكن هذا مختصر مجمل لصفة الحج وأنساكه
وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لكم وأثابكم وضاعف أجركم. ها هنا عدة أسئلة. السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، إننا نحبك في الله وندعو الله أن يجزيك عنا خيرا. والسؤال: من كان قادرا على الحج ولم يحج وقد اكتهل، فهل يأثم؟ نعم، يأثم وعليه بالمبالغة بالحج ويستغفر الله عن التأخير. نعم، لأنه إذا أيسر وجب عليه الحج فورا فلا يجوز له التأخير. نعم. أثابكم الله. مات أبواي شابين ولم يحجا، وقد نويت هذا العام أن أحج عن والدي أولا، فهل عملي صحيح؟ لا، تبدأ عن والدتك، تحج عن والدتك أولا لأنها أحق بالبر من الوالد. بر الوالدين واجب، لكن الوالدة آكد، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ببرها ثلاث مرات، وأوصى ببر الوالد مرة واحدة. لما سئل صلى الله عليه وسلم، سأله سائل: من أبر يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: من أبر؟ قال: أمك. قال: من أبر؟ قال: أمك. قال: من أبر؟ قال: أباك. فحق الوالدة هكذا، فتبدأ بها. نعم. أحسن الله إليكم. رجل مدين لشركة بالتقسيط ب100,000 ريال، وهو يسدد في كل شهر من راتبه ويبقى ما يكفيه ويكفي أولاده، فهل يجب عليه الحج؟ نعم، إذا كان راتبه يتسع لسداد الدين ويتسع للنفقة على أولاده ويبقى بقية بعد ذلك تمكنه من الحج، فإنه يجب عليه الحج لأنه موسر مستطيع. نعم. شكر الله لكم. مات أبي ولم يحج لأنه غير قادر، وأريد الآن الحج عنه، فهل أحج عنه أم أتصدق؟ حج عنه، فحج عنه، فهذا من البر به، هذا من البر به. نعم. أثابكم الله. لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن والده أو أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. وفي رواية: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فالله أحق بالقضاء. يقول السائل: هل إحرام الرجل من الميقات الذي يمر به واجب، أم أن له أن يحرم من ميقات آخر، وبخاصة إذا دعت ضرورة مثل عمل ونحوه؟ واجب أن يحرم من الميقات الذي يمر به، ولا يجزيه الإحرام من ميقات آخر، بل يحرم من الميقات الذي مر به، ولا يؤخر الإحرام وهو يريد الحج أو العمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فواجب على من يريد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات الذي يمر به في طريقه، ولا يترك الإحرام ويقول سأحرم من ميقات آخر، هذا لا يجزي، يعني لا يجوز له، لا يجوز له، ويكون عليه فدية لو فعل. نعم. أحسن الله إليكم. بالنسبة للقادمين من السودان للحج أو العمرة، بعضهم يحرم من الطائرة أو الباخرة، والبعض الآخر يحرم عند وصوله إلى جدة، أرجو إرشادنا إلى ما هو الصحيح، والله يحفظكم. القادمين من السودان إذا كانوا يحالون الجحفة
يجب عليهم أن يحرموا من الجحف في البحر، أو يحالون يلملم وهو ميقات أهل اليمن من البحر، فيحرمون من الميقات الذي يحالونه في طريقهم في البحر، ولا يؤخر الإحرام إلى جدة، لأن جدة داخل المواقيت، جدة داخل المواقيت. إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن موطن من السودان، موطن واحد يقال للسواكن، سواكن يقولون هذا محاذي لجدة تماما، فهذا الذي يأتي من سواكن على طول يحرم من جدة لأنه لا يمر بمواقيت. أما الذي يأتي من جوانب السودان الجنوبية والشمالية هذا لا بد أنه يحاذي مواقيت، فلا يجوز له تعديها، يحرم من عندها. نعم. شكر الله لكم. يقول السائل: من ذهب إلى مكة من أول ذي القعدة فهل له أن يعتمر عمرة عن أبيه أو أحد أقاربه؟ نعم. يقول: من ذهب إلى مكة من أول ذي القعدة فهل له أن يعتمر عمرة عن أبيه أو أحد أقاربه؟ لا بأس أن يحرم عن أبيه أو عن أحد أقاربه، سواء في أشهر الحج أو في غيره، لكن إذا أخذ عمرة في أشهر الحج وحج بعدها في نفس السنة فإنه يكون متمتعا، يكون متمتعا، تجب عليه الفدية. أما لو اقتصر على العمرة ولم يأخذ حجا هذه السنة فلا. نعم. شكر الله لكم. فضيلة الشيخ: كنت مع قافلة للعمرة وفي الميقات ذكرتهم بأن ينوي المحرم رافعا صوته قائلا: لبيك اللهم عمرة، لكني لم أرددها لنفسي وإنما انشغلت بتذكيرهم، فما صحة عملي؟ عملك صحيح، وقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا هذا سنة، هذا سنة، تركه لا يؤثر. نعم. إنما الكلام على النية، نية النسك وهي في القلب، أي لا بد منها. نعم. يقول السائل: من أراد الحج أو العمرة فهل يلزمه الصلاة ركعتين في الميقات نفسه، وهل هناك دعاء مخصوص يقوله؟ الصحيح أنه ما يشرع للإحرام صلاة خاصة، ولكن إذا صادف وقت فريضة فإنه يحرم بعد أداء الفريضة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم بعد أداء الفريضة إذا صار الوقت وقت فريضة. أما إذا صار الوقت ما هو وقت فريضة فإنه لا يشرع للإحرام أو قبل الإحرام صلاة خاصة له، هذا هو الصحيح. نعم. أثابكم الله. كيف يتلفظ من يريد الحج أو العمرة بالنية، وهل ثمة دعاء؟ ما يتلفظ بالنية، لا يجوز التلفظ بالنية، التلفظ بالنية بدعة في الحج أو في غيره، لكن يتلفظ بالنسك الذي نواه، فيقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة وحجا إذا كان قارنا، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، تلفظ بالنسك الذي نواه. أما نفس النية، نويت الحج أو نويت الإحرام، فهذا لا دليل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هل على الحاج حرج، ويقصد المحرم، إذا غسل شعره وهو يعلم أنه يتساقط بعضه؟ إذا علم أنه يتساقط بعضه لا يغسله، لأن غسله يسبب سقوط الشعر، فيكون متسببا وعامدا في ذلك، فيؤخر الغسل إلى أن يحل من إحرامه. أما إذا كان إن الشعر ما يتساقط فلا بأس أن يغتسل، لكن يرفق في عرق الشعر، يرفق لئلا يتساقط شيء. نعم. شكر الله لكم. ماذا تفعل المرأة التي حضرتها الدورة في أثناء أدائها للحج؟ لا بأس، المرأة إذا حضرتها الدورة
قبل الإحرام تحرم وهي حائض. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تحرم وهي نفسة ولدت قبل ولدت في الميقات ولدت في الميقات وهي حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تحرم. وعائشة رضي الله عنها حاضت بعدما أحرمت فقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالحيض لا يؤثر على الإحرام سواء حدث الحيض قبل الإحرام أو بعد الإحرام إلا أنها إذا وصلت إلى مكة لا تدخل المسجد الحرام ولا تطوف حتى تطهر. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار كل هذا تفعله وهي حائض أهي بس. نعم. أثابكم الله. هل شرائي لهدي التمتع من الشركات التي تبيعه مجزئ؟ إن شاء الله. الشركات المعمدة من جهة الحكومة، أما الذين يدعون أنهم يجمعون الهدي يذبحونه نيابة عن الناس هذا تزييف لا يجوز. اللي ما معهم تعميد رسمي من الحكومة لا يجوز إعطاهم الدراهم يشرونه، لأن فيه ناس يحتالون الآن، عثر على ناس يحتالون يعطون الناس قسائم مزيفة ويأخذون منهم دراهم، قبض على ناس يفعلون هذا الفعل والعياذ بالله. فعلى الحاج أنه يتأكد من هذا، هل هو معمد ومعه صفة رسمية؟ يا أخي ما محلات التوكيل معروفة في منى وفي الأمكنة الأخرى معروفة، لها صنادق ولها مكاتب معروفة، أما هل يتجولون هؤلاء يحذرون. نعم. شكر الله لكم. يقول ماذا لو تمكنت من شراء الهدي في منى ثم ذبحته مع أنني قد اشتريته من قبل من أناس موثوقين؟ نعم. يقول ماذا لو أنني تمكنت من شراء هدي في منى لتطيب النفس مع أني كنت قد اشتريته من قبل من أناس موثوقين؟ يعني قصده أن عمد المكاتب الهدي أعطاهم دراهم يشرون عنه ثم أنه أراد أنه يشري هو بنفسه ويذبح تطمينا لنفسه، لا بأس. طيب هذا لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، حججت منذ سنوات وفي أثناء الحج عملت محظورا وهذا المحظور هو معصية، فماذا يجب علي الآن جزاكم الله خيرا؟ ما ندري في المحظور، إن كان جماع لزوجته هذا فيه تفصيل، هل هو قبل التحلل الأول أو بعده فيه تفصيل يختلف الحكم، أو إن المحظور معصية ليست بمسألة مع الزوجة، لا ليست جماعا، فهذه أيضا تختلف، قد يجب فيها فدية وقد لا يجب فيها فدية، ما ندري، لازم توضح هذه المعصية. أي بإمكانك تسأل بينك وبين طالب علم أو أحد المشايخ، تسأل بينك وبينه، إذا ما تحب أنك تذكر هذا أمام الناس شوف حد المشايخ وتسر له بالسؤال وهو يجيبك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ويجعله مع طواف الوداع؟ يجوز أنه يؤخر طواف الإفاضة وينوب عن طواف الوداع، ينويه للإفاضة، ينويه للإفاضة، ويكفي عن الوداع إذا سافر بعده على طول، لأن يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. فطواف الإفاضة إذا كان آخر شيء يسافر بعده يكفي عن طواف الوداع. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل، إن الحج في هذا العام كما تعلمون سيكون في فصل الشتاء، فهل يجوز لي أن ألبس شرابات؟ لا، ما يجوز لك تلبس شرابات ولا شيء مخيط ولا منسوج للأعضاء، وإنما تلبس الإزار والرداء فقط، تجرد من ذلك،
ومكة ولله الحمد دافية، حتى ولو كان في فصل الشتاء مكة دافية. نعم نعم. الخفين يلبسهما إذا لم يجد النعلين، إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين، رخص فيهما النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أي النسك أفضل لمن يستطيع أن يعتمر في كل وقت؟ الأفضل التمتع، أن يحرم بالعمرة ويخلص مناسكها ويتحلل ثم يحرم بالحج، حتى ولو كان إن في أثناء السنة يأخذ عمرة، الأفضل له التمتع زيادة خير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، كل ما كرر العمرة فهو أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل وجود المحرم للمرأة ركن أم واجب؟ وجود المحرم للمرأة واجب، ما هو من واجبات الحج، من واجبات، من الواجبات عليها من أجل السفر سواء للحج أو لغيره. لا تسافر المرأة إلا مع محرم، سواء للحج أو لزيارة أهلها أو غير ذلك، لا تسافر أو لعمل، لا تسافر إلا مع محرم، فهو من واجبات السفر في حق المرأة وليس من واجبات الحج. نعم. أحسن الله إليكم. لكن ذكر الفقهاء أنه من شروط الاستطاعة في حق المرأة، من شروط الاستطاعة، فإذا لم تجد محرما لم يجب عليها الحج حتى تجده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وجاء رجل يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه كتب مع الغزو وإن امرأته خرجت حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. فأرجعه من الغزو ليحج مع امرأته، فدل على أن المحرم واجب على المرأة استصحابه في السفر للحج ولغيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ابتلينا باستخدام الخادمات وهن يريدن الحج، فهل نجعلهن يذهبن مع الحملات، لا سيما وأن بعض أهل العلم ذكر أن المرأة تحج مع جماعة من النساء مثلها؟ هذا الذي ذكره بعض أهل العلم غير صحيح. الصحيح أن المرأة لا تحج إلا مع محرم، سواء خادمة أو غير خادمة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. هذا عام، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا علينا من كلام غيره من أهل العلم. أهل العلم يخطئون ويصيبون، فإذا خالف كلامهم الدليل تركنا كلامهم وأخذنا بالدليل. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أريد أن أقوم بالحج عن والدي المتوفى منذ شهرين، ولكن والدتي تريد أن تذهب معي وخالتي تريد الذهاب أيضا، وقالت والدتي: إذا ذهبت خالتك معك للحج فلن أحج، فهل أرد خالتي؟ اعتذر منها، لأن والدك تريد أن تحج معك، وقل: أنا ما تحمل أني أستصحب امرأتين، ما ستحمل إلا امرأة واحدة، فاعتذر منها وهي إن شاء الله ستعذر، يعني تعمل طريقة لطيفة لبقة، وإن شاء الله يسر الله لك. نعم. شكر الله لكم. ها؟ ما هو بكذب، هذا اعتذار. نعم. هل هنالك كتب تنصحون بقراءتها قبل الذهاب إلى الحج؟ نعم، فيه مناسك مختصرة، مناسك مختصرة مثل منسك الشيخ عبد العزيز بن باز، هو أحسن شيء في هذا الموضوع، تأخذه وتقرأ فيه وإن شاء الله تستفيد منه. منسك الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله مختصر
واضح تأخذ وتقرأ فيه وتستفيد إن شاء الله. تسأل أهل العلم عما أشكل عليك. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول السائل: هل الإسراع في المسعى بين العلمين عام للرجال والنساء أم هو للرجال؟ سمعتم في أثناء الكلام أن هذا خاص بالرجال، الإسراع بين العلمين في المسعى خاص بالرجال، أما المرأة فإنها تمشي مشيا معتادا حسب ما تستطيع، وكذلك الرمل في الطواف خاص بالرجال. نعم.